وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن الدكتورة إشراق السباعي المتحدثة باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ. مرحبا دكتورة. مرحبا، السلام عليكم وخواتم مرضية إن شاء الله للجميع. علينا وعليكم. العافية والسلامة. آمين. في البداية دكتورة دعينا اليمن الوباء والبلاء. آمين يا رب. إذن في البداية دعينا نستعرض مستجدات الوضع في اليمن بشكل عام وعلى وجه الخصوص عدن. بالنسبة لعدن زي ما يعني أمس نحن صرحنا على أساس أنه سجلت 10 حالات، تكون عدن في العدد التراكمي 35 حالة. طبعا عدن تشهد بانتشار الكثير من الوبائيات الذي منها أرذنب والملاريا والحمى المكرفس، أثرت على الوضع الحالي نتيجة انتشار المستنقعات نتيجة السيول الذي خلفتها بالأوان الأخيرة. نعم. واجتاحت المدينة، فوضع عدن يعني بدأوا الآن الكوادر المحاجر تشتغل يعني على مدار الساعة تستقبل الحالات. ايضا تحرك الان من قبل فرق الترصد الوبائي، اليوم كان اجتماع في الصباح الباكر لتفعيل الدور باكثر قوه لاخذ المعلومه لمجابهه هذا الفيروس ومحاصرته ان شاء الله باذن الله. طبعا بالنسبه وزعت ايضا ملابس السلامه المهنيه لجميع الاطباء في مديريات العاصمة مؤقتة عدن، على المكاتب الصحة للمراكز والمجمعات وأيضا للمستشفيات لحماية كوادرنا الطبية. نعم دكتورة إشراق، يعني أنت تحدثتي عن الضنك والمكرفس وغيرها من الأمراض والأوبئة الموجودة في عدن، هل تتشابه أعراض هذه الأمراض يعني مع كورونا؟ هل يختلط عليكم الأمر؟ وأيضا ما هي الإمكانيات المتاحة لديكم والأدوات والأجهزة التي تكشف المرض مبكرا؟ نحن نتمنى فقط من الاهالي من المواطنين التبليغ يعني اول ما يصاب احد افراد الاسره. نعم. يعني لدينا يعني غرفه طوارئ، التواصل مع غرف الطوارئ للتواصل مع فرق الترصد الوبائي على اساس نتدارك الامر. الموضوع لا يختلط، ولكن اصبح المواطنين يعني متكتمين على وضعهم الصحي في المنازل، فهذا يرفع من مستوى الوفيات الذي لم تسجل عبر الفحوصات المركزيه لاثبات الحاله. فهنا نحن ننوه انه يجب على ابناء عدن الحبيبه يعني ضروري التواصل السريع. نعم. والذهاب الى نعم دكتوره اشراق اقرب معزل. نعم. نعم في في حال في نعم اللي هو في مستشفى الجمهورية. نعم في حالة التواصل بكم؟ نعم. يستقبل على مدار الساعة. نعم في حالة التواصل بكم من قبل المواطنين دكتورة إشراق، يعني في حالة التواصل بكم من قبلهم، يعني متى ترون بأن الحالة ممكن أن تكون في حجر صحي طوعي في المنزل، ومتى يلزم عليكم أخذ المريض إلى المستشفى والحجر الصحي في المستشفى يعني؟ طبعا لدينا الآن الخط يعني تواصل كثير من المرضى، بدأوا يعني يرتفع الوعي خاصة باتصال مباشر، يتم التواصل مع الأطباء، يتم التواصل مع لأخذ المشورة. طبعا فقط الترصد إذا وصل البلاغ من طوارئ الوزارة تتحرك فورا. في بعض المرضى الذي لا يريد أن يذهب إلى المستشفى ويفضل أن يبقى في منزله، فيبقى التواصل لأخذ المشورة والمتابعة. نعم. عبر الهاتف وأيضا متابعة الناس حوله. إذا أشكرك جزيل الشكر الدكتورة إشراق السباعي المتحدثة باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.